أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة لمملكة البحرين. وأشار معالي إلى أنه تم اتخاذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل النوعية وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته وفقا للمبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة. جاء ذلك لدى ترأس معالي وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية تحت شعار إرساء أسس الإدارة النشطة للسياسات المالية في الدول العربية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استعرض معالي تجربة مملكة البحرين حول برنامج التوازن المالي بمبادراته، مشيرا إلى أن الأثر السنوي المتوقع لتلك المبادرات يبلغ 800 مليون دينار بحريني. كما وأشار معالي إلى التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والجهات في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية للسنة المالية 2018 والتي بينت انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017، منوها معالي بأن ذلك يعود لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 والتي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.